رسول الله مع الحلقة السادسة من سلسلة غرائب حقوق الحيوان، وأنا معكم أنا فيصل البيطري مع الحصان. ما يعني الحصان أنا بحبه جدا وبحب أتكلم عنه، وعشان كده أجلت الحلقة بتاعته الإيه الخطبة دي في سبيل إن أنا أطلع حاجة كويسة يعني. بس الحصان طبعا أو الخيل ربنا ذكر في القرآن كتير، ومن الآيات اللي هي اتذكر فيها الخيل قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. دي وصف للخيل وهي طالعة للإيه للغارة على الأعداء في الجهاد طبعا في سبيل الله، ودي ذروة سنام الإسلام يعني في سبيل الله دعوة الناس للخير والإسلام والموت على لا إله إلا الله، وبالتالي الفوز بالجنة. برضو ذكر ربنا من خلال الآيات في إن هو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وذكر برضه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وذكر في موضع ثاني: والخيل والبغال والحمير التي تركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون. ورسول برضه اهتم بيه في السنة النبوية في البخاري ومسلم في صحيحهما عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونه إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرض ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل فترة تغيبها في بطونها أجرا، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراقها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجمنا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبزخا ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر. الرسول بيشرح لنا فائدة الخيل أو تربيتها بيبقى على 3 أنواع، يعني واحد بيربيها في سبيل الله يعدها للجهاد وكده، فدي ليه قدر في كل شيء يعني أكلها وشربها وحتى استشرافها أو خروجها في مكان أو أي مكان تروح فيه، الخطوات بتاعتها ليه بكل خطوة قدر. وده يعني إيه حرز من النار يعني ليه. والتاني اللي هو اللي بيربيها للمال أو للخير أو للشرف أو للفخر المحمود يعني أو للستر بين الناس، ده ليه أجر في إن هو يكرمها، لازم يكرمها في الأكل والشرب ويجملها يعني بالسرد الكويس ويهتم بيها، فليه أجر. الوحيد اللي ليه وزر كامل اللي هو بيتخذها بطر أو إيه أو خيلاء أو كبر أو رياء للناس يعني، اللي هو يتباهى إن عنده خيل وكده. قال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب الجهاد ماض مع البر والفاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، يعني الأجر والمغنم مع الخيل دايما إنه برضه بيفتخر في سبيل الله ويعد للجهاد. طيب، في برضه الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر، أو يؤذن لي مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه وأحب أهله وماله. روى الترمذي في سننه من حديث سليمان عن ابن بريدة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ قال: إن الله إذا أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شاء. يعني واحد بيسأله عن الخيل لأنه رأى فضلها كبير وعظيم وهو حبه للخيل وحب الرسول للخيل، فقال له: هل في الجنة خيل؟ قال له: لو أدخلك الله الجنة هيبقى فيه فرس كالياقوتة الحمراء لي أجنحة بيطير بيه في الجنة إيه حيث تشاء. سيدنا عمر برضه قال عمر رضي الله عنه: عليكم بناس الخيل فإن بطنها كنز وزهورها حنز. طبعا يعني كنز لأنها بتولد الأفراس والخيل، وده بيبقى إيه مال، وزهورها حرز من الإيه من الحل والترحال والجهاد في سبيل الله، بتحمي صاحبها. يعني الفارس بيحتمي بالإيه بالحصان دايما عشان يغير على الأعداء ويفر منها
أو بيتخذها للإيه الأشياء اللي هي بتاعته. الخيول من أقدم الحيوانات على الإطلاق، الباحثون المتوسط الباحثون عن الخيول تعتبر أحد أقدم الحيوانات الموجودة، ويمتلك العالم ما يزيد عن 58 مليون حصان، حوالي 58 مليون حصان على مستوى العالم، والتي في الأغلب يتم تربيتها ورعايتها بواسطة البشر، يعني معظمها مستأنس، يعني البري في الخيل مش كتير. ويمتلك الجيش البريطاني، يعني الجيش البريطاني وحده عنده خيول اكثر من عدد الشاحنات اللي في الجيش، بيتخذها برضه في اللي هي مهام الحرب والعروض والاشياء اللي هي بيحتاج ان يبقى فيها منظر جمالي ممتاز او كده، او تنظيم او كده. تمتلك الخيول عيون واسعه، من خصائص الخيول ان عيون واسعه، يعني مقلع بتاعها كبير، مقلة العين كبيرة أكبر من العين البشرية بحوالي 9 مرات، ومع ذلك فهي لا تستطيع النظر على شيء محدد كالبشر، بحيث أنها تركز على الإيه؟ على الأشياء القريبة باستخدام الجزء العلوي، مقسمة لجزئين، الجزء العلوي بالأشياء القريبة والجزء السفلي للأشياء الإيه؟ البعيدة، كأنها فيها نظارتين، يعني حاجة للقريب وحاجة للبعيد. الخيول تستطيع النمو وهي واقفة، تمتلك الخيول والأحصنة بصفة عامة جهاز عصبي وأربطة وعضلات وجهاز عظمي ممتاز، ساعتها إن هي تكتمل الوقوف، يعني معظم فترات حياتها حتى هي بتنام وهي واقفة، للتوافق العضلي العصبي الأربطة مع العظم كله بيتنسق بتنسيق جميل، إن هو إيه بيساعد إن هي تنام وهي واقفة. لو طار بتبقى قوية جدا ومتعاونة مع العضلات الباسطة وبتطبق ليه القدم وبقية الجسم. من خصائص الخيل برضه ان هو اللحمه بتاعته بتحتوي على الجلوكوز، يعني البروتين بتاعه طعمه مسكر، في وده بيرفع نسبه الطاقه فيه اكثر من البقر والغنم. ومن اشهر الناس في اكل اللحوم الخيل اسيا الوسطى واوروبا، وطبعا المطبخ الفرنسي اشهر اكلات اللي هي اللي بتقدم لحم الخيل. يعني برضه من العمليات اللي بتستطيع الخيول، الحاجات الفريدة اللي كان هو لا يستطيع التقيؤ، ما عندوش مركز تقيؤ، عشان كده لو رجع الخيل يموت، لأن هو ما فيش فاصل بين البلعوم والحنجرة، فأي ترجيع أو أي ارتجاع من المعدة أو أكل أو طعام بينزل على طول على الإيه؟ على الرئتين، فبيختنق الخيل وبيموت. تتمتع الخيول بحسة إيه؟ بحسة قوية لدرجة إنها بتسمع الحاجات اللي هي الذبذبات اللي هي الوطي خالص، اللي هي ما بتستطيعش الإنسان هو يسمعها يعني، ولا الحيوانات، ولدرجة إنها ممكن تستطيع سماع صوت الجن، وكل ما تسمع صوت الجن وترى الجن برضه. من خصائص الخيل برضه إن هو ممتلك إيه؟ ذاكرة قوية. مضرب الأمثال في الذاكرة القوية الأفيال، لا الخيل دلوقتي أقوى من الإيه؟ من الأفيال في تذكر خصوصًا أفعال الأشخاص والقريبين منها، وخصوصًا إيه صاحبه يعني. وبيفهم بعض الكلمات وبيفهم ممكن بعض الإشارات أو الصفارات أو كده. يعني أشهر الحاجات زوره والخيل بتاعه، وفي على مدار التاريخ يعني إيه؟ علاقة قوية بين الفارس وصاحبه. برضه من الخصائص بتاع الخيل ان هو ايه بيشعر بالفرح والحزن بتاع صاحبه خصوصا، او الانسان القريب منه او الانسان كده. عشان كده في بعض المواهب بيستخدموه في العلاج النفسي، ان هو ممكن انت البني ادم بيشتكي للخيل، والخيل ممكن يحزن لو حس بصاحبه ان هو حزين، او يفرح لفرح صاحبه. من علامات الحزن هو يدمع، ومن علامات الفرح ان هو يرفع الايه الشفه العليا ودماغه كده بصفه عامه لورا، ده دلاله على الفرح يعني، خصوصا مع صحابه. استخدم الخيول في العلاج النفسي عشان كده يعني. الخيل العربي طبعا من انظف الخيول على مستوى العالم، ويرجع اصل اسم الخيل العربي او الخيل بصفه عامه الخيلاء، اللي هو المباهاه والايه والرفعه يعني، المقصود بقى الاعتزاز بالنفس يعني. وبرضه من اصول الخيل او كلام الخيل او اسم الخيل الجواد، او من الجود او الكرم، او وفي برضه بيتميز بالخيل العربي بالشجاعه. وكلمة الحصان أصلها الحصن للفارس، إن هو الفارس بيلجأ إليه لإيه؟ عشان يتحصن من الأعداء، وتسمى بالحصن اعتبار المكان الذي يلجأ إليه الفارس في المعارك يعني. والجواد من الجود طبعا أو الكرم. الحصان العربي من السلالات الخفيفة، وترجع أصوله لمنطقة الشرق الأوسط، زارت الكوت في شبه الجزيرة العربية أول ما اتبلدت من البدء طبعا، وانتشر على مستوى العالم. رفيقة الإنسان في الحل والترحال طبعا، واستخدمها للحرب والسبق والتكنز للفلوس أو كده. الخيل العربية وأنسابها المناسبة كلها، الخيل العربي نفسه كله. من الميزات الجمالية بقى للخيل العربي الجمال الفريدي، يتميز بتعدد الألوان منه، الأسمر والأحمر والأشقر والأشهب والأصهب واللون الأبيض واللون البني واللون الرمادي والمختلط بينها، يعني الألوان مميزة بالنسبة له.
رأسه نحيل وصغير وتميز بالرشاقة والأصالة. برضو الصدر واسع والمناخير واسعة ورقيقة الجدار بتاع المناخير نفسه. الجذع متناسق ومنسجم مع الشكل العام، شكل بصفة عامة مربع وعريض الظهر يعني. أطرافه متينة جدا وصلبة وبارزة، والأوتار بارزة، الأوتار الزهرة بتاعته، الحافي الصغير ومدور وشديد المقاومة وصلب. مشيته واضحة كأنه يعني يمشي وسط الخطوة، يمشي ملكا يعني. زينه مرتفع وده بيدي علامة حسن ليه. طوله من 150 ل 155 سنتي. يكتسب ظهره بالغنى بالعضلات، يتميز بالعدو السريع، ولذلك حضوره قوي في المسابقات الدولية. يمتلك صفات تتلخص بالشجاعة والاحتمال والمقاومة والاعتماد على ذاته وتحمل الجوع والعطش ومقاومة الحر والحر. الصفات العضوية للخيل هي برضو من صفاته الأذن مدببة مرتفعة متقاربة من بعضها صغيرة، طرفها مدبب وقوي. العين واسعة طبعا زي ما قلنا، بتتسم بالذكاء والصوت واللطف والانتباه. الجبهة تتسم بأنها عريضة ومنحدرة وعند منحني عند المخ بتاعه. الجلد من جلده بأنه صافي ولونه أسود تحت الشعر. الرقبة تتسم بأنها طويلة ومتوسطة، تحديد في تحديد اللي هو البياض حوالين الأرض من تحت. الأنف بحيث يكون الأنف واسع، أنفه واسع، الذيل يتصف بأنه قصير وعالي والارتكاز. الشعر هو ناعم ورقيق وقصير وبراق. الحارك الذي يتسم بالارتفاع، حارك اللي هو الوزن بتاعه واللي هو الأعلى حتة فيه عالي. الهيكل الجسدي يميل للشكل المربع متوازن ومتناسق بشكل طبيعي. أشهر الخيول العربية الحصان بيرلي ترك والحصان دولفين والحصان بيرلي أرابيان، اللي هم دول حققوا مستويات على مستوى العالم في المسابقات الدولية. يستخدم الخيل العربي طبعا في المسابقات، سباق الفروسية والحواجز والعروض وسباق التحمل وفي الاستمتاع.